الفنان التشكيلي أسامة بن الأخضر من ولاية الأغواط فنان عصامي ابتدأت الموهبة تاعي واخترت هذا الطريق منذ نومة الأظافر يعني من خمس سنوات والشكر الكبير أيضا والداعم الأول لي هو الوالد تاعي حفظه الله ورعاه من ناحيه الاختصاص في المجال هذا الفن التشكيلي بالتحديد بالتحديد هو الرسم بالالوان الزيتيه لكن اقدم اساليب مختلفه يعني مش من ناحيه الواقع من ناحيه اني يعني مولع بالطبيعه وبالتصوير الفوتوغرافي لكن نحب نجسد لوحات توحي الى شيء من الواقع من ناحية المشاركات ما كانتش عدي مشاركات كبيرة وياسر يعني ربما نقص بعد باليش نقص محافل عندنا اهتمام نظن باللي ناقص شوية في ميدان الفنون التشكيلية كنت درت أول معرض ليا معرض خاص فردي في هنا في ولاية الاغواط